هو موجود أول تعطيه المسيح ده كان بيحمل المسيح المصرية في الوقت. هل المصدر أصبح لزوم؟ لا ما عادش لزوم، لأن المصدر يقول لك من ولد في الخارج من أم مصرية. يكفي أن يولد الطفل من أم مصرية في الداخل أو في الخارج من أب معلوم من أب غير معلوم، أب مصري أب غير مصري، ما دام ثابت أن أمهم اللي ولدته مصرية فيحصل على الجنسية المصرية. وذلك المادة الثلاثة دي تم إلغائها بالقانون 54 سنة تحكيم أربعة، لأنه ما عادش لها أي قيمة، ما عادش لها أي لزوم، لأنه هو خد الجنسية من أمه ما دام أمه معروفة وثابتة ووقعت البلاد ثابتة من هذه الأم يحصل على الجنسية. الأب بقى هيبقى معلوم الجنسية، الأب ملوش جنسية، الأب مجهول الجنسية، ما يفرقش بالنسبة للقانون المصري بعد هذا التعديل. المادة الثالثة من هذا القانون اللي هو قانون 54 قالت ليه؟ ما احنا عندنا أولاد اتولدوا في ظل قانون الجنسية القديم. الجنسية يكون مصرية لمن ولد لأب مصري أو لأم مصرية بعد تاريخ نفاذ القانون 54 لسنة 2004، بعد كان تاريخ نفاذ 15 يوليو سنة 2004. اللي اتولد بعد هذا التاريخ ياخد الجنسية المصرية خلاص، جنسية أصلية. طب اللي اتولدوا قبل هذا التاريخ مشكلة ما زالت اجتماعية موجودة في أبناء وأمهات مصريات ومن آباء أجانب، وقد يكون الأب توفي، الأب ترك مصر وهاجر إلى الخارج، الأب لا طلق الأم ولم يعد لها أي علاقة به، قال لك بسبب المسألة دي بصفي هذه الأوضاع، هؤلاء الأبناء اللي اتولدوا قبل 15 يوليو 2004 يكون لهم حق التقدم بطلب إلى وزير الداخلية يطلبوا فيه منحهم الجنسية المصرية. هو اتولد قبل القانون ويمكن يبقى كبير عنده 20 سنه عنده 30 سنه اي مكان السن، دول القانون ما سابهمش برضه، قال لك يتمتعوا بهذا الحق عن طريق طلبات يقدموها لوزير الداخليه، اما ان وزير الداخليه يرد عليهم بالقبول او الرفض، او ان وزير الداخليه ما يردش لمده سنه كامله، وبالتالي يعتبر ان هذا اكتساب الجنسيه لمرور سنه كامله على تقديم الطلب دون حقوق رد من وزير الداخليه. ورتب القانون كل الحقوق. يبقى اذا بالنسبه لابن المصري للام المصريه القانون اخذ بمبدا المساواه في حق الدم. انت عارف اللي بياخد الانسان مقام بناء على حق اسمه حق الدم، يعني انه ابن مصري او ابن مصريه هذا الحق، وده بيمنحه جنسيه اسمها الجنسيه الاصليه مش مكتسب، لان اللي بيكتسب الجنسيه الاجنبي بيكتسب الجنسيه بتبقى جنسيه مكتسبه ولا يكون مصريا الا من تاريخ منحه هذه الجنسيه المصريه، لكن ابناء الام المصريه اصبح لهم الحق في الجنسيه الاصليه، كان القانون المصري ثور بين الاب والام فيما يتعلق بحق الدم، اي ان كان منح الجنسيه من كليهما للطفل. الاب المصري لا يوجد اي شرط من الشروط بقوه القانون بطبيعه الحال. الام المصريه بعد تاريخ نفاذ القانون دون اي شرط تعقيد زي الاب بالظبط تحصل على الجنسيه بالعبره في منحها الجنسيه هي بوقت ميلاد الطفل. يعني الطفل اتولد النهارده المفروض خلاص ولد مصريا. القانون قال كده يكون مصريا من ولد، يعني يوم ما يتولد تكون له الجنسيه المصريه، وبالتالي دي جنسيه اصليه يقوم فيها بلحظه الميلاد ولا يتوقف منحها على اي شرط اخر او على توافق اي شرط اخر، فهي بقوه القانون، وبالتالي لا ينتظر من الام المصريه انها تنطلب وتنتظر وتجيب اوراق الى اخره، العبره بواقعه الميلاد متى كان بعد 15/7 سنه 2004 يبقى في هذه الحاله هذه جنسيه اصليه. طب اللي قبل 15/7 سنه 2004 ها جنسيه مكتسبه، يكتسبون الجنسيه منذ احد تاريخين، اما ان يوافق وزير الداخليه على مفهوم الجنسيه او تمضي مده سنه دون صدور قرار من وزير الداخليه، بعد انتهاء مده السنه يعتبر انهم اكتسبوا الجنسيه المصريه في هذه الحاله. قبل الاولاد اللي اتولدوا قبل القانون في شرط القانون عمله شرط موضوعي واحد ان يكون قد ولد لام مصريه واب غير مصري قبل هذا التاريخ، ما دام اتولد لام مصريه واب غير مصري فيحصل ايضا على الجنسيه المصريه عن طريق اعلان الوزير واصدار قرار من الوزير او مضي السنه المقبله. هذا الحقيقه هذه التسويه مهمه جدا وحققت مصر كبير جدا للام المصريه
اولا مواكبه التطورات العالميه، لان العالم كله تقيم في بعض الدول العربيه الحقيقه ما زالت تفرق بين الاب والام، زي لبنان مثلا، مع ان لبنان دوله متقدمه جدا ودوله ديمقراطيه، وكان الامل في عندهم جمعيات قويه جدا دلوقتي بتطالب بمنح ابناء اللبنانيين الجنسيه المصريه، لكن القانون اللبناني حتى اليوم لا يعترف بحق الام اللبنانيه في منح جنسيتها لابنائها طالما كان زوجها غير لبناني. الى الغايه هو اللحظه اللي بيتكلموا فيها القانون اللبناني لم يصل الى ذلك، حتى رغم ان لبنان دوله عندهم هم المشكله الحقيقه مشكله طوائف والطوائف المتعدده ومشكله توازن بين الطوائف المختلفه، فبيحاولوا يحافظوا على هذا التوازن، وبالتالي ده بيشكل مشكله كبيره جدا بالنسبه لهم. ايضا هذه المساواه بين الام والاب في معنى الجنسيه تحقق او توفي بالتزام دولي على مصر، لان مصر تصدق على اتفاقيه السباق كان المفروض ان تسوي بين الاب والام منذ تاريخ الفتح. واحد هيقول لي ان مصر تحفظت، احنا قلنا من التحفظ متى كان من الفيلم لغرض وموضوع الاتفاقيه وهو المساواه، فهذا التحفظ يعتبر لا قيمه له والتصديق يصح، اما التحفظ فباطل، ولذلك مصر الان اوفت بالتزام دولي في هذا الحال. هذا كسب جديد للمراه وقضاء على صوره من صور التمييز التي كانت تعاني منها المراه المصريه. لما اكتفي بالقانون وانما حصل تكريس دستوري لهذا الحق بالنسبه لكم. والحقيقه الدستور هنا كان محقا تماما في ان يكرم الام المصريه بعد سنوات طويله جدا من المعاناه ومن الحرمان بالنسبه لاولادها، اللي فكروا في الدستور انهم يعملوا نص خاص بالام المصريه لحصول ابنائها على الجنسيه، كانوا على مستوى راقي جدا من الفكر ومن التحضر ومن الانسانيه التي الام المصريه عانت كثيرا لسنوات عديده، فلا لا ليس كثيرا عليها ان يكون لها نص في الدستور في الاول في الاول في باب الدوله باب الخاص على اساس ان الجنسيه دي من مكونات الدوله، لان الدوله بتعالج اقليم وشعب وسياده، وبالتالي عنصر الشعب يتكون من الرجل والمراه، فوضع نص بالنسبه للمراه يساوي كان هذا امرا مهما جدا. الماده 6 زي ما قلت لكم، والدستور 2014 غير دستور 2012. دستور 2012 اللي عمله الاخوان قال انه الجنسيه حق ينظمه القانون. شوف الفرق في الصياغه دي قد ايه؟ قال الجنسيه حق وينظمه القانون. يعني كان الدستور احال للقانون تنظيم موضوع الجنسيه، يمنع ابناء الام، يحرم ابناء الام، هو القانون هو اللي بقى يقول، يعني لو حبوا يعدلوا قانون 2004 سنه القانون 104 سنه 54 ممكن يجوا يعدلوه، مفيش نص دستوري يمنع، فكانوا يقولوا الجنسيه حق وينظمه القانون، يبقى القانون حر ومشرع البرلمان يفعل ما يشاء بالنسبه لجنسيه ابناء الام المصريه، لكن لما جه دستور 2014 بعد ثورتين ما ذكرت المساواه والكرامه الانسانيه، وانتوا عارفين الكلام الجميل كله اللي احنا سمعناه ايام ثوره 25 يناير وبعدين في ثوره 30 يونيو، ما كانش معقول نفضل على هذا الوضع، فقالوا نعمل نص يخص المراه المصريه من دستور 2014. قلت لكم اكثر دستور في تاريخ مصر الحقيقه منح حقوقا للمراه وكرم المرأة ومنحها حقوقا لم تكن لها من قبل، ونص عليها نصا صريحا ووضحها والتعريف الجهات والهيئات القضائية، يعني كان دستورا كريما جدا بالنسبة للمرأة وحقوق المرأة. فجاء عمل نص خاص المادة 6 وقرر فيه أن الجنسية حق، مش بس سكت ونظمه القانون، لمن يولد لأب مصري أو لأم مصري. أنا كنت أتمنى بعد هذه المعاناة الطويلة للأم المصرية أن يأتي الدستور ويعمل لها لفتة كده صغيرة فيأتي النص بالعكس، فيقول الجنسية حق لمن يولد لأم مصرية أو لأب مصري. كده بقى كان لو كانوا أدركوا الحتة دي كانت طبعا هتبقى منهم نقلة جميلة جدا وإشارة جميلة جدا وتعويض للمرأة عن سنوات الحرمان التي حرمت فيها من نقل جنسيتها لأبنائها. لكن على كل حال طبعا لا يستوي أن تبقى الأم بعد الأب أو الأب بعد الأم، المساواة تقتضي أنهما على قدم مساواة، لكن هذا النص الدستوري في الواقع أعطى الأم المصرية الحق تماما في أن تمنع جنسيتها وتنقل جنسيتها لأبنائها، فصار حقا دستوريا. قلت لكم قبل كده
الحقوق الدستورية تتميز عن الحقوق التي تستمد من القانون. فالحقوق المستمدة من القانون يجوز للسلطة التشريعية أن تعدلها في أي وقت، أن تلغيها، أن تقيدها، أن تفعل بها ما تشاء. أما الحقوق المستمدة من الدستور فطبقا للحماية الدستورية المقررة لها لا يجوز للمشرع عند تنظيمه لها أن يقيدها بما يفرغ عن مضمونها. وهي المادة 92 من الدستور، أنا قلتها لكم قبل كده كتير، هذه المادة مقتضاها أنه إذا نظم القانون حقا من الحقوق فلا يجوز أن يفرغ الحق من مضمونه تحت ستار التنظيم. ما تجيش تديني حق التظاهر في الدستور تقول التظاهر السلمي حق ينظمه القانون، وبعدين لما يجي القانون يخلي التظاهر السلمي ده أمر مستحيل تقييده، يبقى أنت كده أفرغت النص الدستوري من مضمونه الحقيقي وجعلته مجرد لغة. هذا أمر غير مقبول، وجعلنا نص خاص في الدستور. المحكمة الدستورية العليا كرتوها ورابط من هذا الكلام، لا يجوز للقانون تحت ستار التنظيم أن يفرغ الحق من مضمونه ويجرده من المضمون. جه الدستور حط نص بهذا الكلام تماما، المادة 92 من الدستور قال لا يجوز لأي قانون ينظم الحق أن يفرغه من مضمونه الأساسي وأن يجرده من قيمته، واعتبرت أن أي نص قانون يفرغ حق معتبره من مضمون وجواره يكون مخالفا قانون التظاهر. المادة 10 من قانون التظاهر، لأن برضه هي رأت كده إن تحت ستار التنظيم المشرع في قانون التظاهر جعل التظاهر أمرا مستحيلا. لما يجي لاتجاهات الأمن تقول والله إن المظاهرة دي خطر على الأمن العام كده بإرادتها، يبقى كده مش مظاهرة. يبقى معنى كده جهات الأمن لا تحب المظاهرات عموما لأنها بتكلف عبء وتنظيم وحراسة ومجهود. فأي مظاهرة ولو كان إحنا كده طلعنا نتظاهر ورحنا لجهات الأمن قلنا إحنا عايزين نقف قدام الكلية نتظاهر، يقول لك ده خطر على الأمن العام وبالتالي لا يجوز المظاهرة. جت المحكمة الدستورية وقالت إن معنى كده أنك فرغت الحق في التظاهر من المضمون الذي نص عليه. التظاهر السلمي حق ينظمه القانون، ما تجيش أنت تحت كلمة التنظيم وتحت ستار التنظيم وتفرغ الحق ده من المضمون وتجعل التظاهر مستحيل. اللي عايز يتظاهر يبقى مستحيل بالنسبة له أن يتظاهر. نفس الأمر بالنسبة للحق الجنسية الآن، لا يجوز تحت ستار القانون أو التنظيم القانوني أن المشرع يحرم الأم المصرية حرمانا كاملا من حق نقل جنسيتها لأبنائها. طيب هذا هو هذه النصوص في أعلى مستوى. احنا عندنا إيه بقى بعد الدستور؟ أعلى نص هو الدستور وهو اللي كرس حق الأم المصرية. لكن كما قلت لكم سنوات من الحرمان الطويلة للأم المصرية من نقل الجنسية لأبنائها لا يمكن أن تتقبل السلطات في الدولة أن تحصل أن يحصل أبناء الأم المصرية على الجنسية بهذه الصورة البسيطة، بهذه الصورة السهلة. فحصل تمييز في الواقع من الناحية الواقعية، وصدر حياة قرار من وزير الداخلية وضع ضوابط. قبل ما نقول هذه الضوابط هنقول في الواقع أن هذا التعديل القانوني والدستوري أو هذا النص الدستوري أكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وهذه المساواة واجبة ولا يوجد أدنى اعتراض عليها، وهذا هذه المساواة تسير في اتجاه التشريعات الحديثة في العالم وتؤكد التزام مصر كما قلت لكم وتحترم الدستور النص على المساواة. حتى والله يكون نص المادة 6 يا جماعة كانت نصوص المساواة في الدستور اللي بتقول المواطنون لدى القانون سواء كانت تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في حق من في منح الحق في الجنسية لأبنائهم، حتى بدون نص المادة 6 اللي جابها الدستور وبدون اي نص دستوري كان المفروض ان تكون هناك مساواه. لكن كان في مقاومه شديده لهذا الحق بالنسبه للام المصريه، فهو احترام للدستور. ايضا هذه المساواه قضت على معاناه، وبتذكر بكده الامهات المصريات كنا معانين معاناه شديده جدا بالنسبه لابنائهن، لا سيما اذا كانت الام قد طلقت وعادت ابنائها الى مصر فيكونوا غرباء في وطنهم عايشين في بلدهم، أمهم مصرية وأبوهم مصريين وأهلهم كلهم مصريين وهم أجانب فقط في داخل وطنهم. وكان هذا بيترتب عليه نتائج كثيرة جدا، حرمانهم من حق العمل وحرمانهم من كثير من الحقوق، وحتى لما كانوا بيدخلوا الجامعات أو المدارس كان عليهم أن يسددوا المصاريف الدراسية بالعملة الأجنبية باعتبارهم أجانب، لغاية النهاردة الأجنبي لابد أن يسدد بالعملة الأجنبية. فكان هذه معاناة شديدة بالنسبة للأم المصرية. القانون في الواقع والدستور قضى على هذه المسألة. لكن لما جه بقى وزير الداخلية يضع القواعد التنفيذية للقانون قبل الدستور، لما جه يضع القواعد بتلقوا عمل قرار وزاري 12025 لسنة 2004، هذا القانون
عمل إجراءات يفهم منها أن من وضع هذا القرار الوزاري لم يستوعب ما أراده القانون ولم يستشعر الهدف الحقيقي من هذا القانون، وهو التسوية بين الأب والأم في حق منح الجنس، لأنه عمل إجراءات وجعل هذه الإجراءات شاملة لأبناء الأم المصريين الذين يولدون بعد القانون والذين ولدوا قبل القانون، مع أن القانون عمل نصين، عمل نص لأبناء الأم المصرية الذين ولدوا بعد تاريخ نفاذ القانون، وهؤلاء يكتسبون الجنسية الأصلية دون حاجة إلى أي إجراء آخر، دون حاجة للتقدم بطلب، دون حاجة لإعلان ذلك لوزير الداخلية. أما الإجراءات التي جاء بها القانون فهي تخص أبناء الأم المصرية الذين ولدوا قبل تاريخ نفاذ القانون. القرار الوزاري اللي صدر يستفاد منه أن الإجراءات شاملة للذين ولدوا قبل القانون والذين ولدوا بعد القانون. وانا استاذ البروف كاشر الله يرحمه استاذ الدولي الخاص، قلت له ازاي؟ قال لي هم مش فاهمين الفرق في القانون، هم ما عرفوش القانون كويس او ما استوعبوش القانون. هم قالوا ما دام ابن مصريه ما كانش بياخد الجنسيه وهياخدها يبقى سواء مولود قبل القانون او مولود بعد القانون. قلت له ده بس لو قال لي ما هو مخالف للقانون فقط، لكن هم مش فاهمين النص القانوني ومش فاهمين التغيير اللي حصل او مستكترين على ابناء الام المصريه حتى لو اتولد بعد القانون ان هم ياخدوا الجنسيه بهذه السهوله. فجاء النص في هذه الحاله الماده الاولى من قرار وزير الداخليه قال يتبع في التمتع الجنسيه المصريه. كلمه التمتع دي تدل على عدم فهمهم للقانون، لانه كان المفروض يقول يتبع في منح الجنسيه. اما التمتع فمعناه ان يحصل عليها وفقا للقانون ومن يحصل عليها بقرار وزاري، الاثنين زي بعض صدر. يتبع التمتع بالجنسيه المصريه لاولاد الام المصريه المولودون من اب غير مصري كلهم بقى. ما قالش اللي مولودين قبل القانون ولا اللي مولودين قبل القانون. اولا تقديم طلبات التمتع بالجنسيه لاولاد المولودين بعد العمل بالقانون المشار اليه، اما لمصلحه الجوازات ولا ايه؟ ويقول لك ده تمييز ليه للام المصريه؟ لان ابن المصري لما بيتولد لا يحتاج الى تقديم هذه الطلبات، بل يعتبر مصريا بالميلاد ودون حاجه الى التقدم بطلب الى وزاره التخليه، لا الى مصلحه الهجره ولا المتجوزات ولا الى اي جهه من الدول. ثانيا يعلم اولاد الام المصريه من اب غير مصري المولودين قبل تاريخ العمل بالقانون بعد تاريخ العمل طلبات وقبل العمل بالقانون اعلان الى وزير أكيد الناس طبعاً تبدي وتصور ما يحتاجش الحقيقة هو تطبيق هذا القرار، يعني أنه وضع قيداً غير قانوني وده اللي هقول لك عليه. وهذا هو فعلاً تميز في قرار مين المولودين قبل عمل القرار. دول يعملوا طلبات ودول يعملوا وزير الداخلية برغبتهم في الحصول على هذا القرار. في الواقع مادة 2 من هذا القرار، هذا القرار يخالف القانون مخالفة صريحة. ومش بس اللي خالف القانون النهارده. ده بقى ضافه كمان بعد 2014، يعني بعد 10 سنين من صدوره، مخالفه اخرى هي الحقيقه حتى الان لا اعرف اذا كانوا عدلوا هذا القرار ولا لا. طبعا من يوم ما صدر هذا القرار واحنا اشتغل عليه وهم ابناء الام المصريه يروحوا يقدموا طلبات بهذا الطريقه، ساعات كتير قالوا يروحوا يقدموا طلبات لوزاره التخليه ما زالوا حتى الان للحصول على انسان. جعل اجراءات شامله للمولودين قبل القانون والمولودين بعد القانون في هذه الحاله. الحقيقه انا دلوقتي حضرتك عايز افهم، يعني الاولاد اللي اتولدوا قبل القرار الوزاري دوت مش من حقهم ان هم يتمتعوا؟ لا، قبل القرار الوزاري ده صدر بعد القانون على طول. اتكلم عن القانون، اتكلمي القانون ده 54 سنه 2004. اول ما طلع القانون ده راح وزير الداخليه عمل قرار وجعل فيه اجراءات بالنسبه لابن الام المصري اللي اتولد بعد القانون زي اللي اتولد قبل القانون، بس اللي بعد القانون هيقدم طلب واللي قبل القانون هيعمل اعلان رغبه لوزير الداخليه بشروط معينه. يعني الاثنين هيتمتعوا بالجنسيه؟ الاثنين هيعملوا زي بعض، بس لا يعملوا اجراءات. المشكله في ايه بقى؟ ان ابن المصري لما بيتولد لا يعمل طلب لمصلحه الهجره والجوازات ولا بيقدم اي طلبات، فالتفرقه عندهم ما زالت موجوده. هم مش عايزين يمنحوا الجنسيه لابن الام المصريه اوتوماتيك بمجرد واقعه الولاده، مش عايزينها جنسيه اصلا. والمشكله هي اللي بيقدم طلب، لما قدم طلب مش هيكتسب الجنسيه الا من تاريخ صدور الموافقه على الطلب.
تعديل أزاي الجنسية المكتسبة، وإحنا عايزين نكتسب الجنسية من يوم ميلاد، من لحظة ميلاد، عشان تبقى جنسية أصلية، والجنسية الأصلية من خصائصها أن الإنسان يكتسبها منذ لحظة الميلاد، وليس في تاريخ لاحق على لحظة الميلاد. وزير الداخلية جعل اكتساب الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد، أي بعد أن يقدم الطلب ويفصل في هذا الطلب تاريخ الفصل في الطلب أو الموافقة عليه هو تاريخ اكتساب الجنسية، وده تمييز بالنسبة للأم المصرية غير موجود بالنسبة للابن المصري، فيقدم طلب وينتظر قرار أم الموافقة في هذا الحال. مشكلة هذه مشكلة هذا القرار أنه علق منح الجنسية لأبناء الأم المصرية على صدور موافقة من وزارة الداخلية. قبل هذه الموافقة يكون الطفل عديم الجنسية، لم يكتسب الجنسية بعد. طبعاً أبوه مش مصري، واخد جنسية أبوه، الجنسية الأجنبية، هتكلم عن الجنسية المصرية. قبل صدور موافقة وزارة الداخلية لا يكون مصرياً ولا يتمتع بالجنسية المصرية، لأن وقت التمتع بالجنسية المصرية هو منذ لحظة موافقة وزير الداخلية على الطلب المقدم منه. وقت التمتع بالجنسية الأصلية يكون فور الميلاد، في لحظة الميلاد يتمتع بالجنسية المصرية في هذا الحال. يبقى في المولودين بعد القانون في الواقع قرار وزير الداخلية ما كان يجب أن يفرض عليهم تقديم طلبات أو أي إجراء من الإجراءات، بل يتمتعوا بالجنسية المصرية بمجرد الميلاد، وتكون جنسية أصلية وليست جنسية طارئة، وإنما هي جنسية مرتبطة بالأحسن. المولودين بعد القانون، القانون واضح بالنسبة لهم، هل يعلن هؤلاء الأولاد؟ لأن الأولاد دول المفروض اللي هم اتولدوا قبل القانون انهم اجانب، لم يكن عندهم الجنسيه المصريه، وانما جالوا بالحق ده جديد مع القانون. فعشان يستفيدوا من هذا الحق الوزير قال يعلنوا رغبتهم الى وزير الداخليه، ويكون امام وزير الداخليه سنه يوافق على منحهم الجنسيه المصريه. طبعا الوزير لا يرفض الا لاسباب امنيه معينه، ان كان هذا الابن عليه ملاحظات امنيه، وطبعا اعتبارات الامن بتكون في كل شيء، اذا كان في عليه ملاحظات يبقى في هذه الحاله وزير الداخليه يرفض في خلال السنه. بعد انقضت السنه ولم يرد وزير الداخليه يعتبر انه اكتسب الجنسيه المصريه من تاريخ انقضاء السنه. قبل عمل شروط بالنسبه لهذا الشخص، ان يكون سليم العقل غير مصاب معاه تجعله عالة على المجتمع. هتلاقي الشرط ده في الواقع مخالف لاتفاقيه دوليه مهمه جدا مصر صدقت عليها اسمها اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وهذه الاتفاقيه تمنع التمييز بين الاشخاص بسبب اعاقتهم. واحنا في مصر عندنا بنعمل قانون موجود دلوقتي في البرلمان بيتعمل تقريبا وراح للحكومه، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، عندهم كل حقوق الانسان، وانا سميتها الحقوق الانسانيه للاشخاص ذوي الاعاقه، بياخدوا نفس الحقوق كلها، لانه لا يجب ان تكون الاعاقه سببا في حرمان الشخص من اي حق من الحقوق، حتى حق العمل. القانون بيجعل له نسبه معينه في حق العمل لازم هذه النسبه توفى، وبالتالي لما نيجي بقى عشان نحصله على الجنسيه، ام مصريه واتولد قبل القانون وتقول انه لازم نكون خالي من الاعاقه، مصر مصدقة على اتفاقية بتساوي بين الأشخاص ولا تجعل الإعاقة مانع من أي حق، فكيف تكون الإعاقة هنا مانعة من التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة لأبناء الأم المصرية؟ لكن هم حطوا الشرط ده لأن طبعاً اللي بيعمل القرار الوزاري ما بيراجعش كل الأمور المرتبطة ببعضها، وإنما بيحط القرار كده لوحده، بيقول لك ما يصحش يكون في إعاقة، إحنا مش عايزين نزود المعاقين في مصر، إحنا عندنا 15 مليون معاق في مصر. يعني حوالي ثلث الشعب المصري بيعاني من اعاقات بدنيه او اعاقات عقليه، من 12 حاله ل 15 مليون، يعني بعض الاحصاءات الدوله الرسميه بتقول 12 مليون، لكن احصاءات المجتمع المدني بتوصلهم الى حوالي 15 مليون من هؤلاء الاشخاص. وبالتالي لما تيجي وزير الداخليه قال احنا مش عايزين نزود المعاق، طب ده ابن مصري كون ولد معاق، طب ما ابن المصري لو ولد معاق انت مش هتقدر تحرمه من اي حق، هتديله الجنسيه المصريه برضه رغم انه معاق، لكن ابن المصريه اذا كان عنده الاعاقه ليس سليم العقل يحرم من الجنسيه، وده شرط حياه منتقد، والطعن فيه هيبقى يعني اللي هيطعن فيه هيكسبه امام مجلس الدوله لانه مخالف للاتفاقيه الدوليه. واحنا قلنا لما يبقى القانون المصري
في نص مخالف لاتفاقيه دوليه صدقت عليها مصر، من واجب المشرع المصري ان يتدخل وان يلغي جميع النصوص المخالفه للاتفاقيه الدوليه، سواء كانت اتفاقيه سابقه على صدور النص المخالف او لاحقه على صدور النص المخالف. يبقى هنا في الواقع هذا الشرط مخالف لالتزام دولي وقعته مصر وصدقت عليه ونشرت في الجريده الرسميه هذه اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، والقانون المصري بيعمل قانون بالوقت المشرع المصري عشان يفعل هذه الاتفاقيه، رغم انها تحتاج الى تفعيل كما قلت لكم باعتبار اتفاقيات حقوق الانسان كلها من الاتفاقيات ذاتيه التنفيذ التي تنفذ بذاتها دون حاجه الى قانون. ان يكون حسب السير والسلوك طبيعه الحال، لما تيجي تدي واحد جنسيه مصريه ما كانش متمتع بها اصلا يبقى لازم يبقى حسب السير والسلوك، وده اللي مستدل عليه من انه بيعمل صحيح الحاله الجنائيه ولا يكون قد حكم عليه. النص يقول محمود السمعه ولم يصح الحكم عليه بعقوبه جنايه او بعقوبه مقيده بالحريه في جريمه مخله بالشرف ما لم يكن، النص الموجود ده دايما ان تكون له وسيله مشروعه للكسب، يعني انه بيعمل. وطبعا بطبيعه الحال هذا النص طلب مصادره عن مطلوب، لانه لما كان غير مصري لم يكن له الحق في العمل، فلما تيجي تقول انه عنده وسيله مشروعه للكسب، قد يكون ابوه غير المصري عنده امكانيه انه يصرف عليه الى اخره، لكن اذا كان هو كبير وما عندوش وسيله للكسب لانه لا يعمل يبقى معنى كده هيرفض من الجنسيه. ان يكون ملما باللغه العربيه، واحد امه مصريه لازم هيكون ملم باللغه العربيه، لان الام هي اللي تعلم اللغه، وبيسموها لغه الام ليه؟ لان هي اللغه التي يكتسبها الانسان من امه، فان كانت امه مصريه فلغته ستكون لغه عربيه. ان يكون له محل اقامه في مصر ويكون بلغ سن الرشد، ان يوافق وزير التخليه على منح الجنسيه المصريه. تطبيق هذا البند من القانون، وزير التخليه ما كانش بيرفض الا في حالات قليله جدا، وكان بيرفض ابناء الام المصريه المتزوجه من فلسطين. وقتها ابناء فلسطينيين قدموا امهاتهم المصريات وكانوا كل من قيمات في مصر مع ابنائهم، وقدموا طلبات ياخدوا الجنسيه بعد هذا القانون، كثير منهم سالوني اهميها، فقلت لهم ارفعوا دعاوى امام مجلس الدوله لان هذا الشرط مخالف للحق في المساواه ومخالف ايضا للاسلوب. وبعضهم كسب دعاوى الحقيقه، وكسبوا هذه الدعاوى وخدوا، انا عارف منهم ناس كتير جدا كسبوا الدعاوى وخدوا الجنسيه. هو كانت مشكله الفلسطينيين انه في اتفاقيه بتاعت الدول العربيه بين الدول العربيه ان الدول العربيه لا تمنح المواطنين الفلسطينيين جنسيات. ليه؟ لانه لو كل فلسطيني راح دوله عربيه وخد جنسيه الدوله العربيه دي وعاش فيها وخلاص ونسب الجنسيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه ستضيع. مش عايزين نزود اكتر من كده. فاتفقت الدول العربيه بعد الاحتلال الفلسطيني على ان لا تمنح اي دوله عربيه جنسيتها للمواطن الفلسطيني. لكن المساله هنا كانت مختلفه، احنا لا ننظر اليه على انه مواطن فلسطيني، احنا ننظر عليه انه ابن مصريه، وابن المصريه يجب ان يتمتع بالحق بعد صدور القانون، بالذات بعد صدور الدستور ما عادش في حجه الان. فعلا اولاد الفلسطينيين من ام مصريه بيحصلوا على الجنسيه المصريه. قانون الجنسيه الحقيقه في مصر في حمايه للمراه في نصوص كثيره جدا، لما قريت قانون الجنسيه لقيت ان هو بيبص على انه المراه اللي بتتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الا اذا رغبت في ذلك وكانت جنسيه زوجها تدخلها في هذه الجنسيه. ايضا القانون بيتكلم عن انه لا يترتب على زواج الجنسيه عن المصري زوالها عن زوجته بطريق آلي، وانما تظل مرتبطه بجنسيتها المصريه. فاضل حاجه واحده في قانون الجنسيه بس هي اللي فيها تمييز بين الرجل والمراه، واللي المفروض المشاركة تنبه اليها بعد صدور الدستور يعدلها. المراه المصريه التي تتزوج باجنبي لا تمنحه الجنسيه المصريه ابدا، لا يستطيع ان يحصل على الجنسيه المصريه تابعا لجنسيه زوجته. يعني المصريه تزوجت اجنبي عمره ما ياخد الجنسيه عمره، بينما الاجنبيه اللي تتزوج مصري بعد خلال تم مطالب الى وزاره الداخليه، واذا لم ينتهي الزواج في خلال سنتين من تاريخ تقدم الطلب تحصل اوتوماتيك على الجنسيه المصريه. يبقى كده المصري يستطيع ان يعطي جنسيته لزوجته الاجنبيه
المصرية لا تستطيع أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي مهما طال الزمن إلا أن يحصل عليها لأسباب أخرى بالإقامة أو أنه أدى خدمات جديدة لمصر أو غير ذلك. ففي هذه الحالة نحن واقع معتبر تمييز خطير جدا بالنسبة للمرأة، ما زال موجود في الدستور في القانون، وأنا أعتقد أنه مخالف للدستور أنه سوى بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في الجنسية بطبيعة الحال. لو طعن في هذا النص أمام المحكمة الدستورية العليا، أنا أسف أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذا النص في قانون الجنسية، لأنه في الواقع يخالف المساواة بين الرجل والمرأة. مما يرتبط بالجنسية حرية التنفل والسفر، ودي مضمونة نصوص كثيرة عن حقوق الدستور اللي جبت من الصفحة 50 و62 وغير ذلك من النصوص والاتفاقيات الدولية كلها. والأصل المفروض لا يكون هناك قيود على حرية المرأة في التنقل والسفر، لكن كان القانون فور وزير الداخلية سابقا في أنه يحط شروط منح جواز السفر وشروط السفر. وجي وزير الداخلية برضه، طبعا الداخلية عموما بالنسبة لحقوق الإنسان تبقى شوية بتفسرها تفسيرا ضيقا بحيث تحجب هذه الحقوق بقدر الإمكان عن الشخص. فلما جه وزير الداخلية عمل قرار قال إنه بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تستخرج جواز سفر ولا أن تسافر إلا بموافقة زوجها. وبعد أن تحصل على جواز السفر حتى لو معها جواز سفر يجوز لزوجها أن يمنعها من السفر وأن يخطر إدارة الجوازات والهجرة والجنسية قبل سفرها بوقت كافي إن هي إنه لا يوافق على سفرها إلى الخارج. كانت تحصل مفاجآت كثيرة جدا بالنسبة للسيدات، كانت الست مثلا لو أستاذة جامعة ورايحة مؤتمر وخلصت الإجراءات كلها وزوجها عارف إن هي خلصت مسافر مؤتمر يروح مبلغ الجوازات ويقول لهم ان انا مؤتمر غير موافق على سفر زوجي، تصل الى المطار فتفاجئ بانها لا يحق لها السفر لان في عدم موافقه من الزوج. طبعا لما بترجع وترفع دعوه امام مجلس الدوله، وكان مجلس الدوله بيوافقهم على السفر في كل الاحوال طبعا لان المساله غير منطقيه، ما انت عارف المتزوج الواحده تسافر وهي طبيعه عملها السفر، فكان مجلس الدوله في مره طعن في هذا القانون اللي منح وزير الداخليه هذا الحق. المحكمه الدستوريه العليا يعني قررت عدم دستوريه النصوص المقرره لحق الزوج في الاعتبار على سفر زوجته، وبالتالي لم يعد لهذا الحق وجود الان. تستطيع الزوج ان تستخرج جواز سفر وان تسافر بعد حكم المحكمه الدستوريه العليا. بعد ما المحكمه الدستوريه العليا لغت سلطه الزوج عملوا قانون ثاني تقريبا بنفس السلطه للسوق في يعني قال لك اتلغى ولما يطعن فيه بعد الفصل. لكن الوقت ده المنظمات النسائيه كانت واعيه جدا وكانت ناشطه جدا فاعترضت على هذا القانون، ولذلك قالوا صدر القانون سنه 2000 وقال والله مساله المنازعه في السفر بين السوق والزوجه دي مساله لا تتعلق بالدوله، دي مساله نزاع اسري. واحد عايز مش عايز زوجته تسافر وهي عايزه تسافر، دي مساله نزاع اسري يختص بها قاضي الامور الوقتيه في محكمه الاسره اللي بيصدر الامر على عريضه في حاله النزاع، الزوجه تلجا للقاضي الوقت على طول قاضي الامور الوقتيه بدل ما تروح القضايا الاداريه وترفع دعوى ومستعجله الى اخره وبتاخد وقت طويل، قال لك دي مساله تتعلق بنزاع اسري ويختص بها قاضي الامور الوقتيه في محكمه الاسره. المنازعات لا تسوغ بالنسبه لسفر الزوجه الا لما يبقى في خلاف بين الزوجين، طبعا لو في بينهم قضايا في المحاكم وفي خلاف كل واحد عايز يكيد الاخر باي طريقه من الطرق، فالزوج يمنع زوجته من السفر ويعمل لها المفاجاه الجميله بعد ما توصل القطار تلاقي نفسها ممنوعه من السفر وترجع زي ما بيعملوا بعض الناس دلوقتي، الواحد يوصل القطار شعب وخلص كل اجراءاته وحط شنطته في الطياره وكل شيء ويروح على الجوازات يضرب جوازات يقول له انا اسف انت ممنوع من السفر، فانا ممنوع من السفر ليه؟ روح اسال احنا ما عندناش سبب احنا بيجينا المطار بس انه فلان الفلاني ده ممنوع من السفر. يروح بقى يلف سبع دخان يشوف الاول النائب العام يروح وزاره الداخليه مين الجهه، في جهات كثيره جدا لا الحق في المنع من السفر دون استناد حتى الى نص القانون كلها بتمنع، المهم يوصل يلاقي نفسه ممنوع من السفر. وحصلت في الفتره الاخيره انت حصلت معاه؟ كنت مع عدم السفر والانتظار التحقيق لغايه ما تبقى لي ست شهور مفيش حاجه ما تقدرش تسافر. لا ما هي دي المشكله، الواحد يوصل ودي حاجه صعبه جدا يعني انا مش عارف واحد انا عمري ما تعرضت لها، لكن تخيل انت كده وصلت المطار وجبت نفسك ما تنزل الشاطئ طبعا ورخت الصحابيه وصلت مطار القاهره وماشي كويس كله تمام وتيجي تسلم الجواز يقول لك اسكي ممنوع من الصف، تروح عامل خلف دور
مراجع مراجع كان ابتدي بقى بيسال طب تقول له ليه يعني ما عندوش اي معلومات ويقول لك انا ما عنديش معلومات فيها ودي مشكله الحقيقه في الدول دي مش عادي مسجلني لا 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 دي مشكله الحقيقه في الدول غير الديمقراطيه لان الانسان اذا منع من السفر المفروض ان يعلن بانه ممنوع من السفر يعلن في عقده دائما على الاقل اللي هو يروح يسال منها ليه ما يروحش يسال يعني انت منعت من السفر لاي سبب لابد ان تبلغ بخطاب رسمي من الجهه التي منعتك من السفر يا فلان الفلاني نظرا لكذا انت ممنوع من السفر حتى خلي بالك مش هتروح انت بقى لو جيلك جواب زي ده تحضر نفسك وتسافر وتوصل وبعدين تلاقي في المطار انت ممنوع هتبقى عارف انك ممنوع من السفر يعني زي الاستاذ بيقول لك اهو ما مش هيسافر خلاص هو عارف لغايه ما يجيله امر الله ويرفع عنه المنع مش هيروح لكن تسيب الانسان لغايه ما يوصل المطار ويعادي ويرتبط بجهات اجنبيه ممكن رايح مؤتمر رايح يتعلم رايح يدرس رايح يعمل اي حاجه ثم يصل الى المطار وبعدين بعد ما يوصل يقول له ارجع انت ممنوع من السفر هذه مساله يعني لا تليق بكرامه الانسان ولا تليق حتى بمفهوم حقوق الانسان المساله انا اعتقد انها مفهوم ما تكونش موجوده بعد ثورتين كبار زي الثورتين اللي احنا عملناهم فاضل منهم حاجه دلوقتي الثورتين دول يعني فاحنا ايه المفروض الحاجات دي الحقيقه ما تبقاش موجوده عندنا في مصر لكن للاسف الشديد ما زالت هناك بقايا ما احنا عشان نمر الديمقراطيه بعد 60 سنه 50 سنه من الاستبدال الكامل عمرك ما هتقدر في الديمقراطيه الكامله والا هتحصل هتحصل خلل في المجتمع يبقى في وشه يعني يبقى في وشه يعني حتى في يبقى عندنا حتى مؤشرات تدي امل في المستقبل لكن انا شايف الحقيقه للاسف الشديد ان كل يوم المؤشرات عكسيه لازم مؤشرات برضه مؤشرات عكسيه تماما يعني انا انظر انا لسه كنت مع الدكتوره سوسي وانا بقيت دلوقتي قابلتها فقعدنا نتكلم يعني مشتاقه جدا وانا عضو في البرلمان من اللي بيحصل في اللجنه التشريعيه بقول لها الدكتوره سوسي بقى مصر يعني خلاص خلصت كل مشاكلها ما عادش عندها حاجه تاني خالص غير انكم تدوروا تبدوا رئيس الجمهوريه حط تعيينه واسئله طب الهيئات القضائيه من يوم ربنا ما خلقها وهي ماشيه على قاعده محترمه اقدم واحد في القدم يبقى رئيس الهيئه ودي حاجه كويسه جدا لان مش معقول انا اقدم واحد واللي بيرقصني واحد احدث مني يعني حتى لما بنيجي نناقش رساله الدكتوراه والماجستير في القانون كده اقدم واحد يبقى رئيس الهيئه اقدم واحد في الثلاثه مش مهم هو اكبرهم سنا اصغرهم سنا الاقدم فقلت لها يعني انتوا البرلمان ده شايف ان مصر خلاص خلصت كل مشاكلها ما عادش فيها جهه هذا قالت والله يا دكتور انا عارف انا قلت له هذا الكلام وحاولت كتير ويقولوا لها لا لازم فقلت لها عارفه هم عندهم مؤشر من فوق انه اعملوا القانون دول مش برلمان يعني البرلمان الفرنسي ولا البرلمان الاوروبي اللي هيتصرف في مصر. مش فاهمين اي حاجه. ها؟ برضه مش فاهمين اي حاجه داخلين كده بفلوس. انا شفت اعضاء مجلس النواب ومنهم طلبه للاسف انا رحتهم دكتوراه شفته بيتكلم في البرنامج النهار مش عارف عن ايه بقيت مش مصدق نفسي يعني بيطلع في البرنامج ده وبيتكلم في موضوعات مهمه جدا من عم محامي تاني قاعد معاه بيتحرك يتكلم ما شاء الله زي الفل بينما هو مش قادر يقول جملتين على بعض انا مش بتكلم انه عايز الشخص حاصل لا ما اشترطش عليها تقعدوا في لجنه المناقشه بس لا هي على فكره مش ترامب اسكندريه من جامعه اسيوط وانا رحت نعيش في جامعه اسيوط فللاسف الشديد قالت لي والله لسه انا عارف تاني لسه ما خلصوش من التعيين وسائل القضائيه تقرا امبارح والنهارده ان واحد اسمه محمد ابو حامد مقدم مشروع جديد بتخفيض سن تقاعد القضاه بدل ما كان 70 سنه طب يا عم ده انتوا كنتوا بترفعوها قبل كده زمان ايام حسني مبارك بيرفعوها عشان يمنعوا ناس معينين ان هم يوصلوا لرئاسه الهيئات القضائيه دلوقتي عايزين يخططوها عشان يمنعوا ناس ثانيه عدت سن ال 65 ان هم يوصلوا رئاسه وكلها قوانين بتتعمل على فكره عشان اشخاص شخص الشريع الدكتوري راجل محترم جدا اللي عامل حكم تمام سنه ونص هذا الراجل هو مش عايزين يقول عليه دور رئيس مجلس الدوله من واحد سبعه كل اللي همهم انه ما يبقاش رئيس مجلس الدوله واحد تاني من محكمه النيابه رئيس النيابه الاول رئيس محكمه النقد انس عمار مش عايزين يبقى رئيس مجلس القضايا الاعلى دكتور مش في ضمن النواب رئيس محكمه النقد بتاع حرب من؟ مش رئيس ممتاز في تأسيس أحمد موجود في القضايا أحمد نائب رئيس محكمة النقد.
قلتش حاجه انت اللي عايز تقول كلام جامد. انا عايز اقول كلام جامد. انا عايز اقول انت مش عارف اصلا قاعد فين. لا يعني هم حياه الموبايل الشعب مشاغلهم كلها على حد جميله. انا كتبت مقال عن الموضوع ده بس ما حطش عليه اسم البشر في الحروب. قلت كان مصر لم يعد بها مشاكل او صعوبات تكفيها ذهب. هذا ما يتبادر الى ذهن من يطلع على مشروع اتعمل في شهر ديسمبر اللي فات. وانا كتبت عليه في شهر ديسمبر وحطيت له عنوان كده قلت مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائيه سكرت السلطة على عتبة القضاء. اتنشط فعلا بس ما حطوش اسم عليه عشان ما يبقاش ما عنديش مشكلة. كان نقل جامد جدا بس للأسف فوجئنا من يومين ثلاثة إن القانون البرلماني بس ده دستوري طبعا. ها؟ المحكمة الدستورية العليا ممكن تفسد الموضوع دوت. ده ممكن تحلله من البرلمان كله. تحلل البرلمان كله. ده ممكن توصل لحد دي فصل من الزيارات. لعب مع القضاء ولعب بالنار. أيوه. السلطة القضائية قوية جدا في مصر. السلطة القضائية التي فرضت استقلال أيام عبد الناصر أصبحت القضاء الأولى سنة 69 انتصر فيها القضاء وأيام الإخوان كما عايزين يعملوا مذبحة للقضاء انتصر ده عم يعملوا اللي كان الإخوان هيعملوا. أنتوا فاكرين 2013 لما جم عملوا مشروع قانون تخفيض السن عشان يفصلوا 3000 قاضي وقامت الدنيا كلها والشعب المصري كله واقف وراء القضاء لأن هو المنازل الأخيرة لباقي المصريين هو إيه. خلاص انت لو رجعت القضاء ده انت لو رجعت القضاء لو طوعت القضاء في ايدك ما عادش اي مصري هيقدر يحصل على حكم. بعدين لما يبقى رئيس الهيئه القضائيه النهارده هيبقى رئيس الهيئه القضائيه بيعلق رئيس الجمهوريه الجميع هيتسابق لاعطاء الصوره دكتور كده. وبعدين خلي بالك انا بقول لكم النهارده اهو بكره تشوف النهارده هيتعمل قانون تعيين رؤساء الهيئه القضائيه بعد كام شهر هيتعمل قانون لعزل رؤساء الهيئه غير راضي عن السلطه التنفيذيه زي ما كان رؤساء الهيئات القضائيه زمان ما كانوش يعزلوا كانوا يعينوا رئيس الجمهوريه ويفضل لغايه ما يطلع سن التقاعد. راحوا عاملين قانون لعزل رؤساء الهيئات القضائيه عشان يعزلوا مين؟ ناس عشان يعزلوا واحد معين. لا تبقى عشان اشخاص عشان اباء او ضرب يعني عشان تشخيص القانون. طب فين دوله القانون بقى؟ مفيش قانون بعد زي ما انت بتحط لي احتياطي دكتور اللي هي المفروض بيتلغى بعد سنتين معاك في عقوبه الاعدام بعدين كده لما خمسه لغايه قبل الفتره طلبها او مؤقت كانوا عاملينه عشان بس المباراه خاصه المباراه. لا يعني هو للاسف الشديد يعني الواحد لما بيشوف احوال البلد والمشاكل اللي احنا فيها بيقول انا الناس دي الناس دي الناس دي انا بقول لها الناس دي. بس دكتور ما انت اللي هو دكتور هو سيطر يعني سيطر على الاعلام على الجيش والشرطه والاعلام ومفيش غير القضاء. والجماعه اللي هو الجماعه والجماعات كلها انت عارف عاملين كلها مين اللي عاملين معاهم؟ مين؟ رئيس الجمهوريه. ما فيش ولا رئيس الجمهوريه. لا لا مش دكتور رئيس الجامعه في لجنه تختار ثلاثه تطفحهم وعاملين الكليه لجنه تختار ثلاثه وتطفحهم. قرار النهارده بيتعين عاملين قرار زمان كان بيعينوا رئيس الجامعة، رئيس النواب بيعين رئيس الجامعة ورئيس الجامعة يعين عنه. بعد ثورة 36 المدينة بقى رئيس الجمهورية هو الناس اللي معين هم ده اللي في كلها بتقعد ست اشهر ما فيهاش حاجة. لأن لسه رئيس الجمهورية مش موجود. طب رئاسة قسم القانون الجامعات ينظمها الأقدم. يعني رئيس قسم القانون الجامعات هو من بدري الأقدمية؟ الأقدمية وإذا كان القسم فيه أقل من اثنين يبقى أقدم، وإذا كان فيه أكثر من اثنين بيبقى عن طريق تعيين رئيس الجامعة من الثلاثة دول. لو أكثر من اثنين؟ لو أكثر من لو في اثنين بس في القسم أو واحد اللي هو رئيس القسم أوتوماتيك. مفيش فيها مشكلة. لو كان اثنين يبقى أقدم يبقى هو رئيس القسم أوتوماتيك. لو أكثر بقى بعد كده ابتداء من ثلاثة بيعينوا رئيس الجامعة. فيعني قصدي أقول لك إن جميع الهيئات وده مش مصلحة البلد ولا مصلحة الاستثمار عشان يجي مستثمر لازم يطلع على قوانين البلد كلها، مستثمر الاهتمام ده هم فاكرينه بس يهمه ايه سعر الدولار كام لا مستثمر لو طلع على التشريعات كلها وعلى الدستور وعلى الدستور وعلى تشريعات السلطه القضائيه. شوف هل السلطه القضائيه في الدوله دي مستقره عشان يحطوا شرط تحكيم او يخضع للقضاء لان لو لقى القضاء مش مستقر في الدوله يحطوا شرط تحكيم دولي عشان ما يقطعش. يعني الاستثمار ده اسمه مناخ الاستثمار. ممكن تعمل تشريعات استثمار جميله جدا جدا لكن المناخ الاستثماري غير جاهز للمستثمرين. المناخ الاستثماري ده شامل كل ما يتعلق بالدوله من عمار كل التعليم الرياضي التعليم الصناعه الصحيه الموجوده كل ده مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار في الاول اه
في دول تانية أسهل بكتير فيها مناخ الاستثمار أحسن. أنا ممكن أنا أستثمر هنا يحسب لو وراه ولا حاجة أروح بالبلد اللي مش فيها استقرار السعر البورصة بتاعتي تنزل. إحنا أتمنى إن كل الأمور دي يعني تكون في ذهن اللي بيعملوا التشريعات واللي بيعملوا القوانين دي لأن أنا شايف هم عمالين يتخبطوا البرلمان. أنا شايف كده إن هو مش بصراحة مش على المستوى. دكتور ده عبيط أكتر من البرلمان ناس شركة مصر هي المدخل. ناس إيه؟ شركة مصر عشان كده ما شرط المنتخب نائبة في البرلمان وداخلة رئيس البرلمان واللي بياكلوا كتير واللي نايم يعني هم ما بيصرفوش عشان يعني مش عشان حصانة عشان قدر أنا وزير محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان كان بيمسك تفاحة كده في مجلس الشعب ويقعد ياكل ويصوروه وهو ماسك تفاحة وقعد ياكل أثناء الجلسة. مع الأسف التقاليد البرلمانية معنا مصر بلد قديمة جدا على فكرة في التقاليد البرلمانية سنة 1876 عندنا برلمان احنا من اقدم برلمانات العالم في مصر عشان كده بقول لحضرتك في العمليه مش درجه اللي بتشتغل ولا درجه علميه درجه علميه معينه ده بيبقى في ناس واخده دكتوراه في البرلمان ما اعرفش تكون راحه ناس واخده دكتوراه في البرلمان ما تقدرش تقول جمله واحده مش العبره بالدكتوراه في ناس كتير واخده دكتوراه بالتاكيد بنشوف ناس واخده دكتوراه ومستوى يعني لا اصل الدكتوراه مش بس معلومات بتحفظها الدكتوراه منهج طريقه تفكير عقل منتج هو طالما العقل توقف على الانتاج واصبح حفظ وصمت ما يبقاش عقل منتج ولا مفيد للدوله في اي شيء من الاشياء. طيب انا كنت اتعلق في قانون الجنسيه بقى كده عم بقول لك هتفضل في امكانيه لاسرائيل ونصر الصين والشام الجنسيه في اسرائيل يعني دلوقتي عامل في مصر دستور يعني بغض النظر عن النص القانوني اللي هو بيفرق ما بين الموجودين قبل اصدار القانون اللي هو 2004 وما ايوه بعد القانون. دلوقتي نص الدستور لو ما فيش الحق اللي هو الموجودين قبل اصدار القانون ده هو القانون القانون ده هو الحق انهم يعلنوا وسيله الجنسيه ما فيهاش جنسيه مختصه لا لا ولا مش هتنفع لا انت ما تقدرش تدي كده الجنسيه ده عندنا في الماده هنا اتفضل انا عايز اقول لك ان ما تقدرش بالنسبه للموجودين قبل تاريخ نفاذ القانون ما تقدرش تقول ان كل مصري اتولد من امه مصريه قبل 15/7/2004 تديله جنسيه كده ولازم يعلن عن نفسه عشان يقيد في الدولة على انه مواطن مصري ويدخل في التعداد المصري ويبقى له اوراق سجود مصرية لازم يعلن عن نفسه وزير الداخلية لكن مش هياخد جنسية اوتوماتيك الجنسية الأصلية دي لمن ولد بعد القانون لأن القانون قال يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية إنما أصل راجع ما تمشيش مش حاجة اسمها بالنسبة لقرار وزير الداخلية هو حكاية تأكيد الطلبة هيعلن وزير الداخلية اللي موجودين المفروض ان هو هيعمل وزير الداخليه وزير الداخليه. فحاله ان هو موجود اب معروف بيكتسب جنسيه اب. لو الاب مصري لا الاب غير لا احنا مالناش دعوه احنا مالناش دعوه بجنسيه الاب. احنا بنتكلم عن جنسيه امه مصريه. قبل اصدار القانون ده المفروض ان هو مش هيكتسب الجنسيه غير بعد اعلان وزير الداخليه هو الاب اعلان. طب الاب ده مجهول الجنسيه. الأم مصرية؟ الأم مصرية خلاص احنا قلنا هيكتسب البلد ولا بعد القانون قبل الطلب قبل القانون هيقدم الطلب هيعمل إعلان لوزير الداخلية وهيفضل الفترة دي من غير جنسية ما هو أصلا كان من غير جنسية مصرية وكان والأب مجهول والأب مجهول طيب كده هتكون جنسية أو كان المادة ثلاثة بقى في قانون الجنسية المادة دي مع المادة دي في الحالة دي هيبقى عنده أم مصرية وأم معروفة في هذه الحالة يعلن وزير الداخلية قبل القانون ما يطلع ما كانش بيقدر ياخد الجنسيه كان بياخدها بالماده الثلاثه. لكن بعد القانون هياخد بقى بالاعلان لوزير الداخليه وخلال سنه الى اخر هذه الفتره. طيب احنا عندنا بقى المشكله المهمه جدا جدا حقوق المراه في الاحوال الشخصيه. دي كارثه كبيره عندنا في مصر المساله اللي هي فيها ثقافه مجتمعيه معارضه ليست القوانين على فكره هي التي تحرم المراه من حقوقها او تعذبها من حصولها. مشكلة في الأحوال الشخصية مش إن المرأة ملهاش حقوق، مشكلة حتى لما القوانين بتدي حقوق كيف تحصل على هذه الحقوق؟ بشق الأنفس، بالعذاب المبين عشان تصل إلى حق النفقة لأبنائها، عشان تاخد نفقتها الخاصة، عشان كل هذه الحقوق، القوانين منحتها حقوق كتيرة جدا من زمان قوي ولكن الحصول على هذه الحقوق مسألة التشريعات الوطنية بتاعتنا كلها المساواة. كلها مساواة في مجال الأحوال الشخصية وفي مجال
الشخصيه وفي توازن عام زي ما بيقولوا. نصوص المواثيق الدوليه كلها بتدي مساواه في مجال الاحوال الشخصيه وحقوق الاحوال الشخصيه كلها فيها مساواه. النصوص الوطنيه لا تفرق والنصوص الدوليه ايضا تمنح المساواه، بس للاسف الشديد مصر احتفظت على النصوص الدوليه بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. أنا جبت لكم النصوص الدولية أهم من مصر فيها المادة 16 من الاتفاقية السداوية في تقرير المادة 16. المادة 16 دي اللي هي اتكلمت عن الحقوق المقررة للرجل والمرأة، والمادة 16 دي موجودة أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ حق التزوج، لا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين، الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، كل القواعد الدولية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كله بيتكلم عن الأسرة. إذا المواثيق الدولية لا تمييز، ولكن مصر تحفظت على هذه النصوص. هناك تمييز بيجي منين بقى؟ من الواقع، من ثقافة المجتمع، من ثقافة الدولية التي يفرضها المجتمع على بعض مكوناته بالنظر إلى أنه رمز إلى المرأة أن لها وظيفة معينة في المجتمع وهي الأسرة والإنجاب وخدمة الزوج إلى آخره، أما ما عدا ذلك من الحقوق فالمرأة ليس لها حق في هذه الأمور. في عندنا اتفاقية الرضا بالزواج وكل دي اتفاقيات دولية، وفي مادة 16 زي ما قلت لكم أهم حاجة عندنا المادة 16 من اتفاقية السلام، وانا عرفتكم من هذه المادة كلها واتكلمنا عن ان المادة دي الحقيقة مصر متحفظة عليها بعدم التعارض، هي مصر على استعداد لتنفيذها بشرط الا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وانا فصلنا بنود المادة دي وما لقيناش فيها ادنى تعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، ومع ذلك لو قريت لبتوع فقه الشريعة الاسلامية هيطلعوا في كل مادة من البنود دي مخالفة للشريعة الاسلامية. يعني هم هيطلعوها ان هي مخالفه لاحكام الشريعه، مع ان البنود دي كلها زي ما عرضناها واحده واحده ليس فيها اي مخالفه، وقد يكون فيها مخالفه لراي اخر في الفقه الاسلامي، ولكنها ليست مخالفه لاصول الشريعه الاسلاميه المتمثله في القران الكريم والسنه النبويه وقطعيه السجود وقطعيه الدليل. التحفظ الواقع بتاع الحكومه المصريه قال لانه احنا عندنا الشريعه الاسلاميه بتعمل توازن عادل بين حقوق الزوجين بدلا من مظاهر المساواه الشكليه التي لا تحقق المرأة. يعني اتفاقيه الماده 16 بتعمل مساواه شكليه بينما الشريعه الاسلاميه بتعمل توازن عادل. طب اذا كان هناك في توازن عادل فلما التحفظ على الماده 16 من هذا الكلام غير تطبيق بالمره والتحفظ غير مؤسس على اسانيد قانونيه ولا يتفق حتى مع احكام الشريعه الاسلاميه. ولذلك احنا عايزين نعرض بسرعه لما تحقق في مصر تطور ما يتعلق بتطور احكام الاحوال الشخصيه بالنسبه للمراه في مصر. هي الاحوال الشخصيه انتم عارفين المقصود بها ايه؟ كل ما يتعلق بالانسان اهميته وما يتعلق بالزواج والطلاق، وهي عكس الاحوال الماليه او المركز المالي للانسان. الاحوال الشخصيه في مصر مصدرها احكام الشريعه الاسلاميه. ودي في الواقع لا مصدر لها غير الشريعه الاسلاميه. في القانون المصري والراجح من المذهب الحنفي كمان حاجه مقتبله عندنا في مصر. اما فروع القانون الاخرى حضراتكم عارفين ان ممكن يكون فيها غير الشريعه الاسلاميه مصدر لها، فيها التشريع الوضعي، فيها العرف، فيها مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله، لكن الاحوال الشخصيه بالذات ليس لها مصدر في مصر الا احكام الشريعه الاسلاميه فقط دون غيرها من القواعد الاخرى، فهي المصدر الوحيد. ومش كل احوال احكام الشريعه الاسلاميه بل مذهب واحد، وانا متفق هذا الكلام، كيف نجعل مذهبا واحدا هو المصدر الوحيد الذي يستطيع القاضي ان يستقي منه احكام الاحوال الشخصيه كلها وهو المذهب الحنفي. يعني في مذاهب اخرى تحقق مصلحه للمراه وتتفق مع حقوق المراه اكثر من المذهب الحنفي، وده اللي احنا هنشوفه لما نستعرض الاحوال الشخصيه في المراه. طبعا في احوال شخصيه دي بتطبق فيها شريعتهم اذا لم تخالف النظام العام. من الناحيه الموضوعيه الاحوال الشخصيه بنظمها في الاصل قوانين قديمه قوي صدرت في بدايه القرن العشرين، قانون 25 لسنه 20 وقانون 25 لسنه 29، وهذه القوانين قديمه جدا اتعدلت في سنه 79 وتعدلت في سنه 85 تعديلات مهمه جدا، وبعدين في سنه 2000 صدر تعديل اساسي غير من هيكليه كل هذا. من الناحيه الاجرائيه كان عندنا لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه لو انتم فاكرين زمان كانت موجوده والغيت بعد اداء المحاكم الشرعيه سنه 55، واصبح الان يحكم المسائل الاحوال الشخصيه قانون مهم جدا هو القانون واحد لسنه 2000.
اكيد انتم خدتوا عنه في الشريعه الاسلاميه، درستوه فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه. رقم واحد سنه 2000 نص على اغلاق جميع نصوص القوانين المخالفه لهذا الامر. حقيقه الاحوال الشخصيه في مصر المشرع المصري لم يتوقف عن محاولات تعديل قوانين الاحوال الشخصيه ليتفق اولا مع ظروف العصر، مع المواثيق الدوليه لحقوق المراه وهي متعدده، ومع المواثيق العامه الاعلان العالمي والعقود الدوليه المختلفه كلها. حاول ان يصدر قوانين كثيره كان يتقدم فيها خطوه، لكن المعارضه كانت اقوى من رغبه المشرع، معارضه المجتمع، لان قوانين الاحوال الشخصيه ما يصحش تصدر من المشرع وهو قاعد كده في برج العالي لوحده، لازم تكون ثمره نقاش مجتمع وتداول مجتمع ورضا من المجتمع، لانك ما بتعمل قانون لا يتوافق مع ثقافه المجتمع بيبقى مصيبه. هنجيب اول هذه القوانين، قانون 44 لسنه 79. القانون ده كان قانون ثوري جدا، وده اللي سموه قانون جيهان ايام قانون الاسرار الضجه من الازهر، لم يكن لها اي يعني، وحتى اتحكم بعدم مسؤوليته نتيجه هذه الضجه لما قيم فيه بعدم مسؤوليته. كان بيقول القانون ده كان بيقول حق الزوجة الأولى في الطلاق دون إثبات الضرر إذا تزوج زوجها الأخرى متى طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج. يعني واحدة متزوجة، زوجها راح يتجوز عليها، القانون ده كان بيقول إيه؟ الست دي مش عايزة تبقى زوجة تانية، عايزة تتطلق. كان الأول قانون أحوال الشخصية كلها إثبات إن لحد الضرر من الزواج الجديد. جه قانون سنة 79 قال ليه ضرر؟ ما هو كفاية إن زوجها تزوج عليها. ما هذا ضرر على الأقل ضرر نفسي أو ضرر أدبي. فهي خلاص لو هي عايزة في خلال سنة زي ما القانون قال من تاريخ علمها بالزواج الجديد، عايزة تتطلق تروح للقاضي تقول له زوجة تزوج واحدة وأنا متضررة، يحكم لها بالطلاق. دي عملت ضجة كبيرة أن قالوا إنه تعامل الزوجات بعض. فقال ده حق للزوج. وإزاي تتطلق؟ يا راجل حرام عليك. حق شاي. لا مش حق ولا حاجه، انا بقول عليه رخصه، بنتكلم عن اشكاليات الزواج، لا مش حق خالص، ده ليس حقا، هذه رخصه. فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. الاصل في الزواج الوحدانيه، ان واحد واحد، اما الاستثناء فهو التعدد، فما اقدرش اقول على الاستثناء حق. المهم القانون ده قال ايه؟ ان الزوج القديمه من حقها ان تطلب الطلاق للضرر اذا تزوج زوجها الاخرى بشرط ان يتم في خلال سنه، خلاص طلعت سنه وهي عالمه بالزواج يبقى تنازلت عن حقها. ايوه. الامر الثاني اللي قاله هذا القانون اللي كان مهم جدا مهم جدا، اقرار حق الزوجه الجديده في طلب الطلاق اذا لم تكن تعلم ان زوجها متزوج. هو ما قالهاش، راح تزوج واحده جديده ولم يبلغها بانه متزوج قبل ذلك. يمكن لو عرف انه متزوج قبل ذلك كانش غضب بيه، لكن هو خاف عليها الواقعه دي وراح تزوجها، وبعد الزواج اكتشفت انه متزوج قبلها. قال لها ليه حق الطلب الطلاق في هذه الحاله، فانا مؤخر عنك هذه الواقعه، لكن لو كان قال لها على الواقعه ما تجيش بعد كده وتقول والله ده انا عايز الطلاق لان اكتشفت ان ما اكتشفتش. لو قال لها يبقى هي ما اكتشفتش، لكن لو اخفى عنها يقول لها. القانون ده عمل حاجة مهمة جدا، ممكن تفتكروا اللي شاف فيلم وريده حلة، إلغاء الحاجة اللي اسمها الطاعة الجبرية، إنه لو الزوج ياخد على زوجته حكم طاعة ويروح للشرطة وتيجي الشرطة تدور عليها والست تتخبى مرة عند أهلها مرة عند خالتها مرة عند عمتها والشرطة وراها والزوج كل ما يعرف إنها في حتة ياخد لها وياخدوها ويشدوها من شعرها يودوها منزل الزوج، والزوج بقى بيكون محضر لها منزل تحت بير السلم، حته بير السلم، شقه مش عارف فين، اوضه على السطوح، وسايب بيت الزوجيه كبير عشان يسلها اكتر، فكان يجيبها للشرطه، جاء القانون وقال ما فيش حاجه اسمها نعم؟ لا الطاعه الجبريه، ما عادش في النهارده الطاعه، كل ما يترتب على نشوز الزوجه هو سقوط حقها في النفقه. زمان كان يصدر حكم بالطاعه وينفذ جبرا، ما كنتش طبعا حاجه مبينه جدا انه الزوجه تسرق الى منزل زوجها تحت ضغط الشرطه والشرطه تروح تاخدها وتسلمها لزوجها، كانت مساله مهمه. ايضا من اللي عمله هذا القانون الحاجات المهمه جدا استقلال الحاضنه بمسكن الحضانه اذا كان اولادها في سن الحضانه. يعني الزوجه اللي طلقها زوجها وعندها اولاد كانت تعرفين اللي طلع طبعا انتم ما حضرتوش ايام القانون ده، كان طلع مقوله الشقه من حق الزوجه. وسموها ايه ده قانون جهاد اللي بتدي الشقه للزوجه وصارت الدنيا ولم تقعد اذا كان في الواقع ما عندهاش مسكن
ولا تستطيع ان توفر مسكن وهي حاضنه لاولادها، يبقى هي بتقعد في مسكن الزوجيه الى ان يبلغ اولادها سن الحضانه، سن انتهاء الحضانه، وبعد كده خلاص تبقى هي بتتصرف. ودي كانت مشكله برضه حد اذا ما كانش لها اهل يكفلوا لها وان يكون لها مسكن اخر الى اخره. سنه 85 فرض سنه 79 طبق شويه وانا فاكر اياميها كنت لسه راجع من البعثه من فرنسا، وكان كل الناس بتتكلم عن قانون الاحوال الشخصيه الغريب ده اللي هو جعل الشقه من حق الزوج. ف سنه 85 طعن في هذا القانون بعدم التسليم. لقوا في ثغره اللي دوروا بقى عشان يوقعوا القانون، قعدوا يفتشوا لقوا القانون ده صدر في غيبه مجلس الشعب في الاجازه الاولى. طبعا رئيس السادات انتوا عارفين الله يرحمه كان مكار شويه، فقال لك لو عرضته على بتوع البرلمان هيقعدوا يقولوا لي اصل ده مخالف لراي كذا في الفقه وراي كذا في الشريعه وده، ويطلعوه له كله مخالف. فقال لك يعمل ايه؟ عمل قرار بقانون في غيبه البرلمان وراح مصدره، وجه البرلمان على مصحف ما يقدرش يلغي قانون عمل السادات فصدق على القانون. فراحوا عاملين ايه بقى؟ طعنوا في معالم الدستوريه لانتفاء الضروره او الاستعجال الذي يبرر صدوره في غيبة تعدي القوانين تصدر في غيبه البرلمان هي اللي لها صفه استعجال. فين؟ ماله حتى لو تم بس الصدور ده هو معيار الصدور، العبره في الصدور، اذا كان العبره لاصق به منظور صدوري التصديق لا يغير شيء. المحكمه الدستوريه العليا قالت انه ما كانش في حاله استعجال تبرر اصدار القانون في غيبه البرلمان، حتى لو البرلمان صد عليه برضه هذا القانون ما كانش في داعي يصدر بهذه الصوره، وبالتالي حكمت بعدم دستوريه هذا القانون لان شروط صدوره في غيبه البرلمان لم تكن متوفره. لما صدر هذا ما حكم بعد الدستوريه رجعنا للقوانين بتاعه بدايه القرن العشرين، قانون 25 سنه 20 و25 سنه 29، وهي قوانين قديمه جدا لم تعد متناسبه مع العصر الحديث، ولذلك جه المشرع عمل قانون ثاني اسمه قانون 100 سنه 85، ده قانون شهير جدا ومازال سالم المفعول حتى الان. القانون 100 سنه 85 عمل ايه؟ عمل شويه تنازلات، ما هو شاف قانون 79 لم يتم الإلقاء عليه لأنه كان عامل ثورة فيما يتعلق بحقوق المرأة. جه القانون ده عمل قدر بعض التنازلات حتى يمكن إقراره في مجلس الشعب، ما هو رئيس مش قادر يطلعه تاني في غيبة البرلمان لأنه نفس العيب هيؤدي إلى نفس النتيجة، فقال لك إحنا نخففه شوية ويصدر عن طريق البرلمان عادي ويخش مجلس. قال إيه بقى هذا القانون الجديد؟ يعني عكس قانون 79. قال لك الزوجة اللي هي متضرره من زواج زوجها الاخرى يجب عليها للحصول على الطلاق ان تثبت الضرر الذي اصابها من الزواج الجديد. مفيش ضرر، مجرد ان يتجوز واحده بس واحده ثانيه ده مش ضرر، لازم تثبتي ضرر مادي، لازم تثبتي ضرر ادبي، لازم تثبتي اي ضرر. بالتالي مفيش ضرر، ليه مفيش طلاق للضرر؟ اللي هو اسمه الطلاق للضرر. طب فين الضرر؟ الزوجه طبعا تعجز من الزواج، يجيب لها سكن، يصرف عليها، يصرف على اولادها، عندها كل احتياجاتها، هم بالنسبه لهم الاحتياجات يعني الماده متوفره يبقى خلاص الزوجه لم يصرفها ايضا. بس القانون ده في المقابل عمل ايه بقى؟ قال لك يلتزم الزوج باختار بالاقرار امام المأذون عن زوجته او زوجاته السابقات. يعني الزوج في هذه الحاله يجي امام المأذون ويقول له انا متزوج بفلانه وعنوانها مكانها فلان، ويجب على المأذون اختار الزوجة القديمة بهذا الزواج الجديد، ويعاقب الزوج الذي يمتنع عن اختيار المأذون بالزواج القديم، ويعاقب الزوج أيضا بالحبس والغرامة إذا امتنع عن الإقرار أمام المأذون، وبالتالي المأذون عليه، الزوج هيقر والمأذون هيخسر الزوجة القديمة، وده ترتب عليه مشكلة أكبر هقول لكم عليها بعد كده، مشكلة كبيرة جدا كانت ضد مصلحة المرأة. بالظبط كده، برافو عليك. الزواج العرفي، ما هو الزوج مش عايز يقتل الزوجه القديمه ولا عايز يستدعي، فلو راح للمأذون عليه التزام بالاختار، لازم يقول للمأذون يقر، والمأذون يقتل الزوجه بخطاب مشكل بعلم الوصول، فهو مش عاوز يعمل كده، يبقى يلجأ للزواج العرفي، والزواج العرفي ضد حقوق المرأه، هو الذي يضيع كما سنرى أخطر إشكاليات الزواج في مصر، هو الزواج المبكر والزواج العرفي. أخطر شيء موجود يصيب المرأة المصرية في أعمار كثيرة جدا الزواج العرفي والزواج المبكر. اختار الزوجة وفي عقاب إلى آخره، ومصر يعاقب في هذه الحالة. إذا كانت القانون ده برضه بتاع 85 قال إذا كانت الزوجة الجديدة
لم تعلم أن زوجها متزوج فلها أيضا أخطأ الطلاق في هذه الحالة. يبقى زي ما انتم شايفين القانون خف شوية من النصوص التقدمية اللي كانت موجودة في قانون 69 وحاول عشان يعدي ده مرة فعلا كان أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومر هذا القانون وما زال مطبقا حتى بعد كده 5 سنين صدر القانون واحد لسنة 2000 باسم قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وهذا القانون في الواقع كان أهم حاجة فيه بيعالج مشكلة مهمة جدا هي مشكلة موت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. مسائل الأحوال الشخصية يا جماعة للأسف الشديد المرأة تعاني منها كثيرة جدا لأنها عدالة بطيئة وفي إجراءات القانون بيديها للمنفعة عليه اللي هو الزوج تؤدي إلى تعطيل الفصل في مسائل الأحوال الشخصية لسنوات طويلة والمرأة تعاني ومعها أطفال وليس لها مول رزق وكل ده والزوج يذهب إلى زوجة مرة ثانية وتفضل الزوجة رايحة جاية عن محاكم ومصاريف ومحامين والتقاضي بطيء جدا ولا يصل لها الحكم إلا بعد يعني سنوات. هذا القانون بتاع سنة 2000 عمل حاجة مهمة جدا للزوجة وهي نظام الخلع. نظام الخلع بالنسبة للزوجة. المرأة التي تريد أنها تطيل الحياة مع زوجها يمكن أن تخلع ودي صدر وتعرفين جميعها كان عامل ضجة كبيرة كنت صغيرين سنة 2000 كان عامل ضجة كبيرة جدا وأنا رايح أخلع زوجي وأريد الخلع عن الفيلم اللي اتعمل بتاع محمد خلع تعالي رمزي تعالي رمزي وده اتعمل عليه شرط افلام وكانت قصص كبيره جدا ومع انه خلي بالكم هذا النظام على اقرب الوقيله نظام مستمد من الشريعه الاسلاميه كليا واتعمل بموافقه الاصل بس كان مصدر تهكم ومصدر نقد للناس كتير وقالوا ده هيهدي الاسره المصريه يعني هي الزوجه دي المفروض تعيش كده عاجبها مش عاجبها تعيش زي ما هي الزوج كويس مش كويس بيضربها بيحرقها بيولع فيها مش مشكله بس هي تقبل كده خلاص انا اسف فاهم يا طلعت ست ذنبها يعني ما طلعت ست تتحمل كل حاجه فلا يجوز للقانون ابدا ان يقرر لها حمايه من اي شيء. ايضا القانون ده عمل حاجه خطير مهمه جدا انا بعتبرها دي انجاز اللي عمله القانون سنه 2000 امكان رفع دعوى التطليق او الفسخ أو الفسخ من الزواج العرفي إذا كان الزواج ثابتا بأي كتاب، وده حكم مهم جدا يا جماعة وأنا عشت حالات سيدات فعلا كانت تتزوج عرفيا ودي مخاطر الزواج العرفي زمان وما زالت برضه حتى الآن. تروح تتجوز عرفي بعدين بعد فترة الزوج خلاص مش عايز يروح سيدة. الله يقول لها لما لو طلقها هتعترف تحطم وتقول والكلام ده كله فهو بيقول لها ايه لا خلاص انت اللي بينا راح كل واحد يروح لحاله بيت الناس وكل واحد طب هي تروح لحالها ازاي هي متزوجه امام الله سبحانه وتعالى وامام الناس يقول لها لا ما عنديش طلاق ما تتطلقش تفضل من معلقه لا هي بتستطيع الزواج من اخر لانها متزوجه ولا هو يريد ان يطلقها ويحرمها من هذه العلاقه كنا بالعشرات الالاف سيدات وانا فاكر واحده كانت في الهندسه كانت زواجها استاذ وجت لي وعملها قضيه تطليق الدار وبعدين في 2000 صدر هذا القانون فقلت لها روح اعمل لها الخلع ما دام عندك اي كتابه تشبه كان عندها عقد عرفي كده هو عامل لها ورقه مكتوب بس ما كانش موثقه ولا ثابته ولا اي حاجه فالقانون قال ايه؟ لو انت عندك حاجه ثابته من الكتاب ان كنت زوجة الراجل ده تقدري تعملي دعوه تطليق او دعوه فسخ لعقد الزواج متى كان الزواج ثابتا باي كتاب يعني ثابت ورقه تثبت ان هناك علاقه زوجيه بين الطرفين. راحوا فندق مثلا ومعاهم فاتوره مكتوب فيها السيد والسيده فلانة ان الفلانه ما تسكنش غير المتزوجين. كان محضر اسم اختلف وراحوا محضر اسم وكانت قالت زوجها هو اقر ان هي زوجته في محضر الشرطه. الورقه دي تكفي لرفع دعوى التطليق او دعوى الفسخ من متى تكون دعوى تطليق اذا كان الزواج صحيحا من الناحيه الشرعيه؟ متى تكون دعوى فسخ اذا كان الزواج ينقص شرط من شروط الصحه هتبقى دعوى فسخ في هذا يبقى في تطليق من الزواج العرفي اذا كان الزواج ثابتا في اي نعم دعوى تطليق بحق اللي هي بعد دعوى تطليق لا لا الحق وحيد القانون الدوليه انها تخلع من العلاقه دي فتعمل دعوة تطليق وتتحرر وتروح بقى تتجوز مرة زي الكل تعتبر زي الكل
حاجه زي الخل، لان بس ما عندهاش حق زواج عشان تستنى، لان انت هتشوف بعد شويه لا تسمع دعوه زوجيه في الوقائع التاليه لسنه 31 الا اذا كان الزواج ثابتا بالكتابه، يعني ثابت امام المأذون. فما دام مش موثق الزواج لا تستطيع المراه ان ترفع يدها. القانون عمل لها ايه؟ دعوه بس للتطليق او الفسخ فقط دون غيرها. لذلك القانون قال لك دون غيرها بس، لكن بعد كده ما تقدرش تطالب باي حق من حقوقها. ودي مشكله الزواج العرفي اللي هنقول عليها بعد كده. ننصح دائما الفتيات بعدم اللجوء الى الزواج العرفي، لانه ده اللي بيحصل، بيضرب حقوق المراه في مقتل، لا تستطيع في الواقع ان تحصل على اي حق من هذا. يعني انتوا دعوه تطليق في الزواج العرفي، انما دعوه الخلع خلع واحده متساويه زواج رسميا. ما لو مش معاش عقد زواج رسمي مش هتقدر ترجع للمحكمه تطلب الخلع خالص، ما ينفعش. لكن لو هي متزوجه عرفيا ما عندهاش غير التطليق او الفسخ من الزواج العرفي. ايضا هذا القانون عمل حاجه كويسه سنه 2000، الغى ما يسمى بالطلاق الغيابي والمراجعه الغيابيه. كان الزوج يعمل ايه؟ يطلق زوجته غيابي وما يبلغهاش وما يقولهاش، وبعدين لما يحصل خلاف بينهم يقول لها انا مطلقك بقالك سنتين. طب وانا عايشه معاك ازاي؟ وبعدين سنتين حقوقها الماليه بتكون سقطت لانها ما طبقتش بيها بعد الطلاق، فده كانت مشكله كبيره جدا. جه القانون قال ما فيش طلاق غيابي، وانما يجب الطلاق ان هو يوثق ويبلغ المراه في هذه الحالات اللي كانوا بيوقعوا الطلاق في هذه الزمن. ايضا جه وضع نظام تامين الاسره لضمان تنفيذ احكام النفقه، وعمل قانون زياده الموارد الى اخره بالنسبه لك. ومن عمل حاجه مهمه اللي قلت لكم عليها من شويه، منازعات السفر، جعل اختصاص بمنازعات السفر من اختصاص قاضي الامور الوقتيه في محكمه الاسره، على اساس ان دي منازعات اسريه بين الزوج والزوجه، فالاختصاص بها يكون لمحكمه الاسره، وبالتالي لم يعد هذا الامر في مجلس الدوله الى بعد هذا القانون. صدر قانون قرار مجموعه 90 سنه 2000، وده اللي عمل حاجه اسمها المجلس القومي للمراه. انتوا فاكرين المجلس القومي؟ تسمعوا عنه كتير. قانون رقم 90. قانون رقم 90 لسنه 2000، قرار جمهوري، ده قرار جمهوري مش قانون، قرار جمهوري رقم 90 لسنه 2000 انشا المجلس القومي للمرأه. والمجلس القومي للمرأه ده عنده اختصاصات 10 11 12 اختصاص او مكانكم، اختصاصات كثيره جدا، ابداع الوعي في مشروعات القوانين اللي تخص المرأه، تمثيل المرأه في المحاكم الدوليه، انشاء مركز، عمل دورات تدريبيه، وده انا اشتغلت معاهم كتير، وانا عملت الكتاب ده في هذه الدورات التدريبيه، كانت مع المجلس القومي للمرأه قبل ثوره 2011 سنه 2009 كنت بنعمل هذه الدورات للقيادات النسائيه، اصدار المجلات، الموضوعات التي تحيل رئيس الجمهوريه الى اخره، يعني ليه اختصاصات كتيره جدا، وعنده ميزانيه كويسه، وبياخد دعم دولي انترناشونال كبير جدا، بيجي له من كل الهيئات المانحه في اسبانيا وفي امريكا، وعنده فلوس كتير جدا وبيصرف كتير جدا، والنتائج بتاعته مش كتير جدا. عندنا القانون رقم 10 سنه 2004 عمل حاجه اسمها محاكم الاسره، وده مهم قوي. كان زمان انتوا عارفين يا جماعه في المحاكم الجزئيه حاجه اسمها دوائر الاحوال الشخصيه، محاكم استئناف دوائر الاحوال الشخصيه، كان دوائر الاحوال الشخصيه دي مع الجنائي مع المدني مع كل في دايره بتفصل في الاحوال الشخصيه. القانون ده اللي هو قانون رقم 10 سنه 2004 عمل حاجه اسمها محاكم الاسره، تختص دون غيرها. اختصاص بنسميه في القانون اختصاص مانع دون غيرها، بنظر كل جميع مسائل الاحوال الشخصيه اللي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئيه والمحاكم الابتدائيه. قبل كده كان في دايره الاحوال الشخصيه كلها تحولت راحت لمحاكم الاسره. محاكم الاسره دي بيبقى عندها نيابه متخصصه اسمها نيابه الاسره لشؤون الاسره، تتراجع مهام النيابه العامه امام المحاكم الجزئيه او المحاكم السنيه. محاكم الاسره تشكل من ثلاثه من القضاه، يكون احدهم على الاقل بدرجه رئيس للمحكمه الابتدائيه، والثلاثه القضاه دول يعولهم خبيران، احدهما نفسي والاخر اجتماعي، وشرط الواحد فيهم على الاقل يكون من النساء، يعني تشكيل خاص مراعاه لظروف الاسره. برضه في دوائر استئنافيه متخصصه، عمل مهم جدا اعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها امام محاكم الاسره من كافه الرسوم القضائيه، لان طبعا الست اللي راحت طالب بنفقه وطالب بحقوق بيبقى وضعها الماليه صعبه جدا، فجاء القانون ده واعفاها من جميع النفقات امام محاكم، من جميع الرسوم امام محاكم الاسره، يعني تدفع اتعاب المحامي اكيد لان ما فيش اعفاء منها، لكن جميع الرسوم المقرره على الدعاوى الاخرى. هذا القانون عمل حاجه كويسه جدا، عمل حاجه اسمها مكاتب تسويه المنازعات الاسريه.
مكاتب فيها شيوخ خبراء قانونيين ونفسيين واجتماعيين لم يرفع نساء عن محكمه الاسره بحاله الى جانب التسويه تحاول التوفيق بين الزوجات وده اصله استاذ من خدمه الشباب. ها؟ التسويه بتعمل الاول. التسويه الاول بيسحب لك التسويه الاول بعد كده واللي عايز ترفع دعوه بتروح لمكاتب التسويه في المحكمه الشرعيه وبعد كده لازم شرط رفع الدعوه انها تمر على هذه المكاتب عمل هذه المكاتب مزوده بالخبراء بس الحقيقه حتى ليكوا زملاء يعني بيشتغلوا في المحكمه انت بتشتغل في حاجه مكاتب الاسره التسويه يعني ساعات بقى التسويات ديت بيقولوا لي انها شكليه بحته انا شكليه اول اللي كانت شغال فيها في البحيره شغال فيها بيقول لي احنا قاعدين ما يعني تيجي الست انا عايز اتصرف لا عايز اتصرف لا طب يلا السلام عليكم يلا توكلوا على الله ما بيقدوش دورهم الموجود المفروض بتاع الدول في فرنسا وفي الدول الاوروبيه دورهم مهم جدا وساعات الحساب وده اصله اسلامي على فكره نظام التحكيم من خفت وشقاقه بينهما فبعثوا حكما للاهليه وحكما للاهليه يريد اصلاح يوفق الله كل حاجه عندنا بتتعمل كويسه اصلها بعد كده بتشوهها وبتضيع الهدف منها وبتبقى كلها فهو القانون ده عمل مكاتب التسويه ومكاتب التسويه وحتى المحكمه بعد كده اذا استحال الاصلاح بين الزوجين بتمتلي بحكم هو يعين حكم وهي تعين حكم ويحاول الاصلاح مره في خلال الثلاث اشهر اللي كان عندهم اولاد او شهر اذا قواعد معموله كويسه جدا والمقصود منها لم شمل الاسره وعدم تفكك لانه تفكيك الاسره بيحصل ايه؟ يؤدي الى تفكيك الزوجين والاطفال بيعانوا اطفال الشوارع دول كلهم اطفال اسر مفككه لم الاب والام انفصلوا والاطفال مش عارفين يروحوا عند مين وبالتالي اطفال الشوارع دول كلهم من طبقات فقيره والمجتمع بيعاني منهم طبعا اشد منهم. القانون رقم 11 لسنه 2004 بعد 10 على طول عمل قانون عمل حاجه اسمها صندوق تامين الاسره. صندوق نظام تامين الاسره عمل صندوق عشان طبعا الزوج ما يدفعش النفقه وهو مواطن فتستطيع المراه انها تنفذ النفقه عن طريق هذا الصندوق. برضه بيقول لك الصندوق موجود لكن المراه بتعاني من زي هم بيفكروا دلوقتي في تعديل قانون الاحوال الشخصيه كنا عملنا مشروع قانون في اتحاد نساء مصر عشان تعديل قانون الاحوال الشخصيه للمراه طبعا نشوف لما نيجي عند دراسه هذا نظام الزواج والطلاق الى اخره هتجد ان المراه مع كل هذه التنظيمات ما زالت تعاني معاناه شديده. هناك مشروعات كثيره جدا موجوده حتى الان لم ينظر فيها البرلمان، البرلمان مش فاضي اصلا يشوف حاجات الاسره او يتعلق بالاسره، البرلمان عنده حاجات ثانيه خالص، كل ما يقرا اللي واقع عليه البرلمان مش شايف ولا حاجه تهم الناس، ولا حاجه يعني قوانين كده غريبه واتفاقيات غريبه كده دوليه وكل وقتهم ضايع في حاجات غريبه وبعدين يتعاركوا مع بعض ويمسكوا في بعض حاجه مش حاجه تكسب يعني المهم ان عندنا مشروعات قوانين كتيره البرلمان لم ينظر فيها والحقيقه انا قلت لكم كم قانون دلوقتي الاحوال الشخصيه احنا محتاجين حاجه واحده محتاجين قانون واحد شامل متكامل للاحوال الشخصيه يسمى قانون اسره زي موجود في الدول العربيه كتيره جدا زي تونس زي ليبيا زي المغرب زي في الجزائر زي في الكويت دول كثيره جدا اسلاميه عامله قانون واحد يلم يعني كل هذه الامور ده احنا عملناه في اتحاد نساء مصر عملنا قانون واحد يشمل الاحكام الموضوعيه ويشمل الاحكام الاجراءيه وهذا القانون مطلب مهم جدا يجب ان يعني نسعى اليه وهم بيتكلموا دلوقتي عن قانون واحد للاسره وفي بعض نتوجه التعامل وحاجات كثيره الحقيقه بالنسبه للاحكام الاحوال الشخصيه في مصر قلت لهم الشريعه الاسلاميه. القاضي بيعمل ايه لما يروح للمنازعه؟ شوف في قانون في الدوله موجود ولا لا؟ اذا وجد قانون كان بها وحسن يطبق القانون ده. طب اذا ما فيش قانون ياخذ بالرايح من مذهب ابي حنيفه. لان ده المعتمد في مسائل الاحوال الشخصيه في مصر، وهذا انا انتقدته انتقادا شديدا. لماذا نقيد القاضي بمذهب واحد في مجال الاحوال الشخصيه؟ لو في نص قانون القاضي ملتزم بالنص، خلاص ما يقدرش يتكلم لو في نص، لكن افرض ما فيش نص، مش نترك القاضي المجال كان يبحث في كل المسائل الفقهيه لعله يجد في مذهب منها ما يحقق صالح المراه وصالح الاسره، وانا فعلا هقول لكم لما نتكلم عن الزواج وجدت مذاهب اخرى غير المذهب الحنفي تحقق مصلحه الاسره اكثر من المذهب الحنفي، لكن عندنا للاسف الشديد القاضي يرسل بالنصوص القانونيه الموجوده فان لم يجد نصا قانونيا ياخذ بالراجح من المذهب الحنفي، هذا تقييد يتعارض مع حقوق المراه ومع حقوق الاسره.
لو أن المشرع ترك القاضي الذي لا يجب نص قانوني مصادر من السلطة التشريعية في الدولة في مسائل الأحوال الشخصية تركه حرا، يحل النزاع المعروض عليه وفقا لقواعد العدالة ويبحث في أي مذهب من المذاهب الفقهية، فإن وجد حل يحقق مصلحة المرأة ومصلحة الأسرة كان عز أدعى لحماية حكمه، لكن جه القانون وقال في الواقع إنه بيتقيد الراجح من المذهب الحنفي. دستور 2014 طبعا بالنسبة لغير المسلمين قال إن هم وفقا لشريعتهم إذا كان عندهم طبعا قواعد موجودة في هذا الشرع ما لم يكن هناك قانون عام ينظم أحوال المسلمين جميعا، زي مثلا الحضانة. حضانة صدر فيها قانون واحد في الوقت خاص بالمصريين جميعا، يبقى القاضي ملتزم بهذا القانون، لكن ما زال حتى الآن احنا متقيدين بالمذهب الحنفي فيما يتعلق بالمسائل التي لا يوجد لها نص في قانون قوانين الأحوال الشخصية المتعددة. الأمر الذي نطالب به مسألتين، المسألة الأولى توحيد قواعد الأحوال الشخصية كلها في قانون واحد يلم شتات هذه النصوص المتعددة، اثنين عدم النص على تقيد القاضي بالمذهب الحنفي في حالة عدم وجود النص، بل ترك القاضي يجتهد حرا لكي يجد الحل المناسب للنزاع المعروض عليه. دي بانوراما عامة عن مسائل الأحوال الشخصية في القانون المصري، وإن شاء الله في المرة الجاية هنتكلم بقى عن أحكام الأحوال الشخصية ما يتعلق بعد شوية النهاردة بسيط وبعد شوية ما يتعلق بالزواج أساسا والطلاق احتمال نتكلم في موضوعات الطلاق شويه، والزواج اهم من الطلاق طبعا، الزواج هو اللي بيقيم الاسره، اما الطلاق كان دعم الاسره، والاصل عشان تعرفوا في الزواج في فرق بين الزواج والطلاق، اصل في الزواج الحلم انه حلال، الاصل في الطلاق انه حرام، يعني شوف الاسلام ازاي حريص على قيام الاسره المصريه وقيام الاسره المسلمه، الاصل في الزواج انه حلال واجب، بينما الاصل في الطلاق أنه حرام واستثناء يجوز الطلاق، وذلك اللي بيعترض على تنظيم الطلاق في مصر بقوانين تنظم الطلاق وتوثق الطلاق، هؤلاء لا يعرفون روح الشريعة السليمة أنها تحرص على الأسرة وعلى رابطة الأسرية حرصا شديدا، فجعل الزواج واجبا وجعل الطلاق هو أفضل الحلال إلى الله، فكيف لا يكون لولي الأمر أن ينظم هذا القرار بقواعد تقلل منه وتحد منه، ولم تلقى يمكن مصر واخد المركز الأول عالميا فيما يتعلق بعدد حالات الطلاق. احنا في المركز الأول الوحيد اللي احنا كسبناه في العالم كله، المركز الأول في عدد حالات الطلاق في مصر، وبعدين لما يجي ولي الأمر يقول لك ننظم الطلاق ونعمل له تنظيم يقول لك لا يجوز الطلاق. سوف يطلق كما يشاء بحق، هذا ليس حقا، هذا استثناء على القواعد الأصلية وهي الزواج، وبالتالي يجوز ولي الأمر أن هو ينظم الطلاق. بعض الدول الإسلامية ما فيش شيوخ تعترض عمل الطلاق بإذن القاضي، لا يجوز الطلاق إلا بإذن القاضي، ولا يجوز تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي. إيه المشكلة؟ هل دي أحكام متعلقة بالعقيدة؟ هل دي أحكام متعلقة بالعبادات؟ أبدا، دي أحكام عملية متغيرة حسب تغير الزمان والمكان، ويجوز لولي الأمر في كل مكان أن ينظمها بما يحقق مصالحه، أينما تكون المصلحة فسمى شرعه. ولي الأمر يمنع الطلاق، يحدد الطلاق، يعمل له ضوابط حتى لا يكون هو القاعدة وهو الأصل، وإن المسألة كده الواحد يحلف عليها الطلاق ويروح تاني يطلع، هذه مسألة لا يمكن تكون الشريعة الإسلامية يا جماعة هي التي تدعو الى هذه الامور، بالعكس هي تحفظ قيام الاسره وتريد ان تحفظ الاسره وكل القواعد اللي فيها الحياه معقوله لحفظ قيام الاسره، ده اللي احنا هنشوفه من القواعد اللي عاملينها اللي عاملها الشريعه الاسلاميه والقوانين المصريه فيما يتعلق. حد عنده اي استفسار؟ دكتور ايوه، لا حد عنده اي تفضل. عايز اعرف شكل الامتحان. عايز ايه؟ اعرف شكل الامتحان. يا ست امتحان احنا لسه خلصنا، نخلص اخر محاضره.